من بيروت محمد بركات مدير تحرير موقع أساس ميديا، أهلا بك. في جهة هناك من يتفائل أنه ممكن يعني التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل 5 نوفمبر، لكن رئيس الحكومة نيومي قاتي يبدو أنه عدل عن هذا التفاؤل، قال بأنه التصعيد العسكري الإسرائيلي لا يبشر بهذا التفاؤل. نعم، مساء الخير. أولا اسمح لي في البداية أن أختلف مع ضيفك الذي قال أن أمريكا منعت تسليح الجيش اللبناني. هناك حوادث كثيرة وأحداث جرت في لبنان، كان مطلوبا أو معروضا على لبنان أسلحة من روسيا ومن غير روسيا، والذي رفض هو النظام اللبناني الذي يحكمه، كان يعني في فترة سابقة النظام السوري مع النظام الإيراني المصاية السورية، ولاحقا يعني نظام حزب الله الذي يحكمه بشكل أساسي. هذا أولا. ثانيا، تبين بعد هذه الحرب أن نظرية الحماية العسكرية قد سقطت في لبنان، خلافا لما قاله بيت. نظرية أن الصواريخ تحمي لبنان سقطت، نظرية أن 100,000 مقاتل يحمون لبنان سقطت، نظرية أن وحدة السحاب تحمي لبنان سقطت. لم يأتي أحد لنجدة لبنان أو اللبنانيين أو شيعة لبنان أو جنوب لبنان أو لقاعه أو ضحيته. بالتالي ما يسقط اليوم هو نظرية الحماية العسكرية التي يبدو أن الحزب يريد أن يؤبدها ويجددها وأن يعيد يعني صياغتها في المرحلة المقبلة. لكن هؤلاء 500,000 صوت، أعتقد أن جزءا كبيرا منهم سيكتشف أو اكتشف أننا تركنا وحيدين، وأن وحدة الساحات دفعنا فاتورتها وحدنا في لبنان، وأن كل ما حكي عن المحور الذي يتكاتف، ذهبنا لإسناد غزة في لبنان ولم يأتي أحد لإسنادنا من العراق ومن إيران. هنا أريد أن أسأل، هنا قبل أن أعود إلى السياسة، أريد أن أسأل، إذا كان هناك فتوى شيعية دينية بإسناد غزة لأنه واجب شرعي كما قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم أمس، أليس كذلك؟ قال أنه واجب ديني. إذا كان من واجب شيعة لبنان أن يساندوا غزة، أليس من واجب شيعة العراق وإيران أن يساندوا شيعة لبنان؟ بالتالي هناك مشكلة في هذا المنطق وهناك أزمة. حاول الشيخ نعيم قاسم أمس أن يقول إنه لا يقاتل نيابة عن أحد، وأنه لا يقاتل نيابة عن إيران، وأن إيران لم تطلب منه، ولكن نحن نعرف وحزب الله يقول إنه ملتزم بولاية الفقيه وبأوامر الولي الفقيه، وبالتالي من اتخذ قرار 8 أكتوبر والدخول في حرب الإسناد؟ هل هو الشيخ نعيم قاسم أم هو الولي الفقيه؟ أليس النظام الإيراني هو من اتخذ هذا القرار؟ وبالتالي ألم تكن مصالح النظام الإيراني أولى وأبدى من مصالح اللبنانيين؟ الصور التي نراها على يميني في الشاشة وعلى يسار المشاهدين تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحرب كانت كلفتها الأكبر على لبنان وليس على إيران، وعلى شيعة لبنان تحديدا وليس على شيعة إيران. وبالتالي حين نتحدث عن أن بعد هذه الحرب، قال ضيفك أنه ثبت بالوجه المباشر أن السلاح هو الذي يحمي، أين حمى هذا السلاح؟ لم يمنع إسقاط منزل في غزة أو حمى طفلا في غزة، ولم يمنع إسقاط منزل في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت. بس يمكن هنا خلينا شوي، أنا سمعتك للآخر أنه على الأقل المعركة البرية استطاع أن يمنع ويحمي، يعني باعتراف إسرائيليين، خلينا نكون منصفين، باعتراف يعني إسرائيليين 3 أسابيع وأكثر مش عارفين يتخطوا 2 كيلومتر الإسرائيليين. أولاً أنا دائماً أقول أن المقاتلين على الحدود الأمامية هم صفوة هذه التجربة بحلبها ومرها، هم الأنقياء والصادقون الثابتون في أرضهم والذين يدافعون حتى الموت عن هذه الأرض. هذا أجمل ما في تجربة حزب الله، هؤلاء الشبان الثابتون الصامدون على الحافة الأمامية. ولكن القرار السياسي الذي دفعهم إلى هذه الحرب نحن نختلف معهم. القرار السياسي الذي دفعهم إلى هذه الحرب ما زال كما قال قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يفاوض الدول الكبرى على وقت إطلاق النار في جنوب لبنان، وبالتالي هذه ليست حرب هؤلاء الشباب، رغم أنهم صمودهم على الحافة الأمامية وثباتهم وصمدهم هذا العدوان الصهيوني المجرم هو ما سيسرع. طيب بخصوص الصفقة عشان ما يخلص الوقت وإحنا مش يعني مش حاكين فيها،
شو توقعك؟ يعني الرئيس نجيب ميقاتي قال إنه ما تقوم به إسرائيل الآن وتشديد القصف وتكثيفه لا يبشر بتفاؤل، على عكس ما قيل أمس مثلاً إنه يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل 5 نوفمبر. دعنا نضع الصورة في الإطار الأوسع في المنطقة والعالم. الانتخابات الأمريكية بعد 5 أيام. من الواضح أن نتنياهو يناور في هذه الأيام القليلة المتبقية. بالتأكيد المنطق يقول أنه لن يعطي إدارة راحلة شرف وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، ولن يبرم اتفاقاً مع مجموعة حاكمة ستغادر البيت الأبيض خلال ساعات وليس خلال أيام. بدأنا نعد الساعات الآن. وبالتالي إذا صح أن نتنياهو سيذهب إلى وقف إطلاق النار، فبالتالي بالتأكيد سيكون لديه معلومات حاسمة أن كامالا هاريس هي التي ستفوز في هذه الانتخابات. إذا كان الديمقراطيون باقين في البيت الأبيض، فإن نتنياهو يمكن أن يبرم هذا الاتفاق معهم الآن ليقبض ثمنه منهم لاحقاً بعد فوز كامالا هاريس. ولكن من ما اعتدنا عليه مع نتنياهو منذ غزة إلى لبنان هو أنه يناور، يتحدث عن وقف إطلاق النار، يسرب، وربما تكون هذه المناورة بالتنسيق مع إدارة بايدن، لأن إدارة بايدن حرصت على أن لا ترد إيران على ضربة نتنياهو لها في الأسبوع الماضي. ويبدو أن الثمن الذي ستقبضه إدارة بايدن هو هذه المناورات الإعلامية التي ستساعد حملة بايدن وحملة هاريس، عفوا الحملة الديمقراطية وإدارة بايدن ستساعدها على القول إنها تقوم بما يجب أن تقوم به في الشرق الأوسط، وأنها قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق. لكن أنا أعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق قبل 5 نوفمبر. طب بهذه الحالة نتوقع تصعيد أكثر؟ يعني أنت في توقعك من باب أنه قد ترى إسرائيل أنه في التصعيد العسكري الأكبر قد يزداد الضغط على حزب الله، فقد يرضخ لشروط ما زال يعني يرفضها وثابت على رفضها حتى اللحظة. بالتأكيد يراهن نتنياهو باستمرار على سياسة العرض، يقدم عرضه، يرفض الحزب، يضاعف القصف ويضاعف الخسائر المدنية وخسائر الحزب وخسائر اللبنانيين. هذه سياسة نتنياهو الإبادية منذ عام إلى اليوم في غزة وفي الشهرين الأخيرين في لبنان. ولكن ما يجب قوله في السياسة إن نتنياهو ربما يريد، إذا كان سيصل إلى وقت إطلاق نار بعد 5 نوفمبر، ربما يريد إنهاء بنك أهدافه أو ما تبقى منها. لأننا نذكر أنه في حرب 2006 في الساعات الأخيرة قبل أن يسري وقت إطلاق النار في 8 صباح 14 أغسطس 2006، كانت الليلة الأعنف على اللبنانيين وعلى الإسرائيليين أيضا. أطلق فيها كل طرف ما يمكنه وما أمكنه من القدرة الصاروخية والمخزون والطيران ليقول كل طرف إنه قادر حتى اللحظة الأخيرة على إيلام الآخر. أحسب أن هذا ما سيحصل إذا ذهبنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إما قبل 5 نوفمبر أو بعده. سيستعمل الطرفان أقصى ما يمكنهما من قدرة صاروخية ومن قدرة تدميرية لإيلام الطرف الآخر. في الساعات الأخيرة ستكون هي الساعات الأكثر قسوة على اللبنانيين وعلى الإسرائيليين أيضا. طيب بتخيل سيناريو أنه لأنه فيه له بعض البوادر أنه لو وافق حزب الله على أي يعني صفقة، أي تفاهم لوقف إطلاق النار، سيأتي هناك الآن من يستفز أو يعني يتشفى وشفتوا أنتوا كنتوا غلطانين ودمرتوا البلد. هناك من يقول المفترض العكس، أنه خلص نحتضن هذا الحزب لأنه سيعود حزب سياسي المفترض يعني، ونتفاهم على مستقبل لبنان بعيدا عن أي يعني بين يعني بديش أقولها أنه كما يقولها آخرون يعني، بس كما هو مفهوم يعني أنه نتدخل في حروب ليست حروبنا. ما صدر عن كل القوى اللبنانية في الأشهر الأخيرة وتحديدا في الأسابيع الأخيرة يدل على نضج سياسي كبير في خطاب القوى الخصمة لحزب الله. وأعتقد أن هذه القوى ستحتضن الحزب في المرحلة الانتقالية، لأنه إذا وافق على تطبيق 1701 وعلى نشر الجيش في الجنوب وعلى البدء في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية التي تضع سلاحه بإمرة الجيش اللبناني وبإمرة السلطة اللبنانية المنتخبة،
فأن هذا يعني أن حزب الله قد ذهب لملاقات اللبنانيين، وما سيفعلونه هو ملاقات. أما ما يمكن أن يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وفي الأوساط الشعبية فهذا يمكن تداركه. الأصل في الموضوع أن القوى السياسية الخصمة للحزب تتصرف بنضج كبير منذ أسابيع، وهي بالتأكيد ستحرص على السلم الأهلي، لأن أي استفزاز لبيئة حزب الله ولحزب الله بعد نهاية هذه الحرب قد ينقلب إلى فتنة. وبالطبع القوى الدولية الكبرى التي تسعى إلى إنهاء الحرب مع إسرائيل سيكون على جدول أولوياتها إعادة تكوين السلطة في لبنان، رئيس الجمهورية وحكومة وتشكيل الحكومة سريعا، والذهاب إلى إعادة النازحين والإعمار، وهذا كله يستلزم تكاتفا وطنيا، وإلا فإن المليون نازح المنتشرين في أنحاء لبنان سيتحولون إما إلى قنابل موقوتة وإما إلى رهائن. في الحالتين نحن نكون قد دخلنا في حرب أهلية. لذلك الخطاب المستعمل حتى الآن يبشر بالخير. أعتقد أن الأشهر المقبلة ستكون مليئة بالتكاتف الوطني والوحدة الوطنية، ولن نذهب إلى يعني ما يشبه الفتنة الأهلية نسمح. ماذا بخصوص السلاح؟ طيب الآن كان يقول الأستاذ قاسم قصير بأنه هذا السلاح وجد لأنه ما فيش قوة عسكرية جيش على غرار جيوش العالم. طيب إذا ظل الجيش على ما هو علي، مش ممكن أقول أنا يعني أحتفظ بهذا السلاح؟ ممكن إسرائيل تفتح الحرب تهاجم وأنا أكون من يدافع. الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية الجديد سيذهبان فورا إلى حوار وطني حول هذا السلاح. سيكون هذا السلاح في إمرة الدولة خلال 6 أشهر. أما في موضوع، وهذا أحد بنود 1701 و1559 واتفاق الطائف ووثيقة الاتفاق الوطني الدستور اللبناني. أما بالنسبة إلى الجيش، الجيش في لبنان ليس واجبه أن يهزم إسرائيل. الجيش في لبنان في المرحلة المقبلة سيكون دوره أن يحافظ على السلم وأن يحافظ على السلام والهدوء بحسب اتفاقية لبنان والقرارات الدولية على جانب الحدود من لبنان. هذه هي وظيفة الجيش. الذين يتحدثون ويقولون أن الجيش عاجز عن صد هجوم إسرائيل وعن هزيمة إسرائيل، هؤلاء يعني لا يعيشون في الواقع. في الواقع تبين أن حزب الله وإيران والمحور كله غير قادر على حماية قرية في جنوب لبنان، فكيف يطلبون تسليح الجيش لكي يصل إلى أكثر مما وصلوا في عز قوتهم وجبروتهم؟ وظيفة الجيش اللبناني ومهمته المقبلة هي الأمن السياسي أولاً بالتفاهم مع الدول الكبرى والتفاهم بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي، وثانياً حماية السلم الأهلي في لبنان في هذه اللحظة المتوترة حيث المسيحيون يملؤون أرجاء لبنان كلها. شكراً. انتهى الوقت. أشكرك من بيروت محمد بركات مدير تحرير موقع أساس ميديا. شكراً لك.